بمناسبة أكتوبر الوردي نؤكد على أن الحق في الصحة هو حق أساسي من حقوق الإنسان، ومن حق النساء المصابات بسرطان الثدي التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه حسب إمكانيات النظام الصحي الفلسطيني. لكن تعاني مريضات سرطان الثدي في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها النظام الصحي في قطاع غزة، فهناك نقص في العلاج الكيميائي والعلاج الهرموني والعلاج البيولوجي، كما وأن النظام الصحي يفتقر إلى العلاج الإشعاعي والمسح الذري، مما يتطلب تحويل المريضات للعلاج في الخارج في ظل الصعوبات في الحصول على التصاريح اللازمة. نساؤنا تستحق رعاية صحية جيدة وتستحق منا كل التقدير والدعم.